خلينا بداية نعرف ايه موضوع السابق الحالي ده، يعني تمام. ايه اللي حصل مع حضرتك؟ انا ممكن افرد الموضوع للاستاذ محمد يتكلم فيه، لكن انا ممكن اعرف استاذ محمد الجمهور. بقى يقول لنا الاجراءات القانونية اللي تمت بعد تمام كده، بس تمام بداية اوكي ايه اللي خلى محافظ الاسكندرية السابق تمام هاني المسيري انه ياخد قرار بان حضرتك يتم نقلك من جهاز حماية املاك الاراضي الدولة. بالاسكندرية تمام. وكرئيسة للجهاز لمنصب اداري احب اخر؟ اعرف سعادتك بيا، انا مهندسة استشارية معمارية من سنة 92، حاصلة على درجة مدير عام من 2012، درجة وظائف عليا للدولة، متدرجة في مناصبي، يعني ما اتحطتش ولا نزلت براشوت رئيس جهاز، انا متدرجة مهندسة في مهندس تاني في درجة ثالثة، يعني كده لغاية لما وصلت مدير عام ادارات هندسية بالقانون 5. حاصلة على بكالوريوس دراسات اسلامية سنة 2002، حاصلة على دراسات اسلامية من امريكا اللاتينية برضو سنة 2007. معروفة بشخصية ان انا شخصية عامة في اسكندرية، ومعروف كل اسكندرية عارفيني ازاي، واحدة اسكندرية وبلدنا اسكندرية وعايشة 57 سنة في اسكندرية ومتدرجة، وكل شغلتي هي معاملة الجمهور. تمام. فالجمهور اسكندرية بيتعامل معايا من طرق كتيرة، يعني من الاحياء، من مديرية الاسكان، من جهاز حماية الامن، في كل حتة فيها تعامل جمهور معايا. تمام. حضرتك تعينتي امتى كرئيس لجهاز حماية الاراضي؟ 2013 2013 2013 بمسابقة حضرتك، دي برضو علامة استفهام كبيرة، لأن باين إن هم يعني ما يعرفش أي حاجة في الإداريات. أنا اتقدم للمسابقة 7 مهندسين طلعت الأول عليهم، فالمسابقة خلاص بتت مين يبقى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة في اسكندرية. ولكن جاء معلش عفوا، في شهر إيه في 2013 حضرتك تعينتي؟ شهر أملاك الدولة كرئيسة للجهاز 11، لا 11 11 2013. تمام. 10 2013 10 2013 اكتوبر 2013. تمام تمام تمام. جاء وجددت اللي هي درجة مدير عام. تجديد درجة مدير عام بتتم بلجنة، لجنة قيادات بتبقى من أعضاء، من المحافظ رئيسها طبعا، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومدير مديرية الإسكان اللي هو مديري الفعلي، مدير الشؤون القانونية، مدير الشؤون العاملين، المستشار القانوني للمحافظة. وبقدم فيها ملف كامل بإنجازاتي في السنة كلها خلال سنة كمدير عام، عملت إيه في شغل. والحمد لله تخطيت المرحلة الأولى واتجددت لي. تمام. جاء على دور أنا، جاب الدكتور هاني المسيري، هو مش دكتور، هو بالمناسبة مش دكتور، هو كان السي في نازل دكتور، هو مش دكتور ولا حصل على دكتوراه في أي مادة علمية. ما يخصناش، مش موضوعنا. بس لا، بس هي ما هي دي لازم تتحط، إزاي تقييم واحد جاي قيادي للمحافظة؟ هو لازم يعني يبقى دكتور؟ إيه المعايير؟ لا، إيه المعايير اللي اتخذ عليها؟ يعني معيار حضرتك مثلا، أنا قدمت مدرسة، في معايير لمدرسة لازم تبقى معاها ليسانس كذا أو مادة كذا يعني. طب ده على أي أساس وعلى أي معايير جه محافظ؟ هو مشي خلاص، هو مشي، بس لو بنتكلم على المعايير عشان تمام. في حركة مرتقبة يعني، يا رب. فده السؤال يوجه طبعا للدكتور أحمد زكي بدر. لازم يعني لازم يعني يكون حاط في الاعتبار إن يكون لازم اسكندراني، عارف مشاكل اسكندريه كلها، عارف الجغرافيا بتاعت اسكندريه، اولها ايه، اخرها ايه، حدودها ايه، ايه مشاكلها مع جيرانها، ايه مشاكلها في الحيزات العمرانيه بتاعتها، ايه المشاكل بتاعت الجمهور نفسها. جميل. طيب دي لازم تبقى في المحافظ، لازم يبقى عنده شغل في دماغه، ايه المشاريع اللي ممكن يقدمها للاسكندرانيه. تمام. عشان تنمو المحافظه. المحافظ السابق السيد هاني المسيري تمام حينما اصبح محافظا، جاء يوم 5/2 محافظ اسكندريه، أو راح عمل دورة في القاهرة، رجع لنا تقريبا حاجة 20/2، آخر شهر 2 27/2 طلع لي قرار بنقلي من ده في نفس الشهر، نفس الشهر على طول من غير ما يشوفني أساسا. ما التقيتوش خالص خالص. مع ان المفروض اي محافظ بيجي بيلتقي بكل قيادات اسكندريه، ما التقناش خالص. طب التقى بقيادات تانيين الا حضرتك ولا ما التقاش بالقيادات؟ لا لا، هو ما كانش ناوي يشتغل. هو عمل اول ما جه عمل تفويض للاستاذه الدكتوره سعاد الخولي، تفويض بكل حاجه، برؤساء الاحياء، بالاحياء، بمديريات كلها، مديريه الاسكان، مديريه التنظيم والاداره، مديريه الصحه، كلها كانت شايلها الدكتوره سعاد، وهو الـ 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 الوظيفه الشرفيه للمحافظ فعلا يعني. فجاء في يوم من الايام، انا لما لانه نقلني معرفش السبب، فاول ما خدت القرار رحت طلعت له اجري على مكانه، عايز اقابله اقول له القرار ده بمناسبه ايه، يعني في ايه، انا عملت ايه، ده ايه، ده شالني من وظيفتي وما رضاش يجدد لي درجه مدير عام لهذه السنه اللي هو جاي فيها. طب انت تعرفني منين عشان ما تجددليش؟ طب فين اللجنه اللي المفروض اقدم فيها انجازات هذه السنه علشان تحدد
ما هو مش قرار فردي، ده قرار لجنه عشان تحدد لي حضرتك لان اصلح او لا اصلح في استمرار، علما بان وجودي مدير عام استمر في هذه الوظيفه لا تقل عن 3 سنوات. ده القانون بيقول كده. فما رضاش يقابلني، رفض يقابلني. يعني مدير مكتبه قال لي انا مش فاضي، مش رافض يقابل حد، ادخلي للنائب. النائب رفضت تقابلني اللي هي دكتوره سعاد الخولي. قلت ايه ده؟ سعاد الخولي اللي هي قائمه القائمه باعمال المحافظ. هي اساسا هي كانت قائمه باعمال المحافظه يعني. فاستغربت. يعني حضرتك بتقولي ان المحافظ السابق ما كانش بيعمل اي حاجه؟ انا ما اعرفش، لان كان كل الايادي بتاعته في اسكندريه ملهاش ايد، يعني ملهوش اي بصمه في اسكندريه. غير حاجات يعني ايه، ترام كافيه، ترام ليمون، حاجات كده يعني. لكن مفيش مشاريع نزل. عمل ستاير في الترام وراح عملها التذكره ب5 جنيه علشان تقعد حضرتك وتشرب كافيه جوه الترام. ترام كافيه. ترام كافيه يعني. ترام ليمون ده. هل ده مشروع؟ ترام ليمون ده هل ده مشروع يوصل يعني لمحافظ؟ يعني ده مشروع بتاع مش عارفه اقول ايه يعني. يعني طبعا بس عايزين نقول انه لو يسمعنا دلوقتي له حق الرد طبعا. موجود معانا دلوقتي فله حق الرد على كل ما يثار في هذه الفقره، ونتمنى انه يتواصل معانا طبعا عشان لا ده هو عمل تفويض للاستاذه سعاد الخولي بكل اختصاصات المحافظ. ده رسمي، ده بقرار. يعني هي المسؤوله عن الاحياء السبعه طبعا. قرار برقم وتفرع علينا في المحافظة كلنا. طيب بناء على ايه المحافظ وهو كان لسه مستجد وقتها؟ انا ما عرفتش خالص القرار ده جالي ازاي يعني. ليه الدكتورة سعاد كمان ما قابلتش حضرتك؟ لا رفضت. هي ساعتها قالت لمدير مكتبها تروح تسأل الرقابة. تروح تسأل الرقابة. رقابة ايه؟ الرقابة الإدارية؟ رقابة ايه اللي اسألها؟ مش فاهمة انا العلاقة بيني وبين الرقابة. مصنع الزيوت اعتقد. لا الرقابه الاداريه علاقتي بيها كويسه جدا وهم علاقتهم بيها كويسه جدا وعمره يعني علاقه مش وطيطه يعني. انا عايزه اقول علاقه فيها ثقه وشفافيه باخد رايهم في حاجات وهم بياخدوا رايي في حاجات. ايه الرقابه؟ طيب يمكن هي قصدها على الجهاز المركزي للمحاسبات اللي في تقرير ليه قال انه شركه الزيوت المستخلصه ومنتجاتها تعتبر من الشركات اللي بيعتمد عليها السوق المصري الخ 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 الخ. وانه كشف التقرير خاص بيها اثناء الفحص المحدود للقوائم الماليه للشركه في تاريخ كذا تبين الاصول الثابته كذا وكذا 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 ان الشركه بررت عدم امساكها. ان في بعض الاراضي المهدره اللي هي خاصه بهذه الشركه وان حضرتك اعتقد ليكي او متسببه في هذا الاهدار. اطلاقا اطلاقا. انا جايه والزيوت المستخلصه دي من سنه الثمانينات. يعني انا جايه سنه 2013. يعني ضاع جزء من الاراضي المملوكه لهذه الشركه بسبب خلافات اداره الشركه مع جهاز حمايه املاك الدوله ممثل في حضرتك، وكذلك الخلاف مع حي وسط الإسكندرية، وكذلك تعديات بعض الأشخاص على بعض الأراضي دون أن يتحرك ساكن لإدارة الشركة. إدارة الشركة؟ أن الشركة على خلاف مع الجهاز اللي حضرتك كنت بترأسيه وما زلت طبقا للقانون، وأنه في أراضي ملك للشركة حصل عليها تعديات من عدد من المواطنين. لا إطلاقا خالص، الموضوع ده مش سليم. مين اللي جاب حضرتك الموضوع؟ ده منشور في بعض الصحف. لا خالص. ده خالي من الصحة تماما. تماما يعني. الزيوت المستخلصة دي أرض ملك الشركة مش ملك دولة. لا مش مظبوط.